طيب بسم الله، المفروض هنحل ان شاء الله الاساينمنت الخامس اللي الدكتور منزله، اللي هو المفروض بالنسبه للاساينمنت السادس بالنسبه لعندنا في السكشن، اللي هو بيتكلم على الكونفوليوشن، ان ازاي بنعمل عمليه الكونفوليوشن وبنطبق الفلترز ونطلع الواي اوف ان بعد ما نعمل كونفوليوشن للاكس اوف ان مع الاتش اوف ان. فعشان نشرح الكلام ده او عشان نقول الكلام ده، تعال الاول نشوف يعني ايه بقى الكلام ده كله على وايت بورد. طيب اللون الاسود ونقول بسم الله. طيب المفروض الدكتور بدأ معاكم في المحاضرة ان هو بيتكلم عن الفلترز والكلام ده كله، الكلام ده كله جميل. كان بيقول لحضرتك ايه؟ ان انا عندي بيكون في سيجنال اكس اوف ان. المفروض السيجنال الاكس اوف ان دي هتخش على فلتر الفلتر ده هيطلع لي، انا هقفل الشات شويه مش هعرف اسمع بس او مش هعرف اشوف رسائلكم شويه لحد ما اشرح الكلمتين دول واشوف بعد كده الرسائل على طول ان شاء الله. فالمفروض ان انا عندي هنا في فلتر بطبق على السيجنال الاصليه اللي هي الاكس اوف ان، يطلع لي في الاخر اوتبوت. تمام؟ الفلتر ده المفروض بيتعمل على سيجنال اكس اوف ان، فمعنى كده ان الاكس اوف ان دي طالما انا بتكلم في انات بقول لك اكس اوف ان مش اكس اوف تي، فمعنى كده ان انا بتكلم في الديسكريت. طالما هي سيجنال ديسكريت يبقى اكيد الفلتر بتاعي برضه ديسكريت. واكيد الاوتبوت بتاعي هيكون ديسكريت. يعني بتكون القيم اللي موجوده عندي تكون حاجات مش ساين مثلا او حاجه زي كده، لا بتكون قيم كده عواميد كده طالعه بنقط وبتاع زي ما احنا بنشوف في المحاضره. طيب فايه بقى الفلتر اللي الدكتور بيتكلم عليه؟ الفلتر اللي بيتكلم عليه ده حاجه بنسميها اول حاجه كدخله كده للموضوع، حاجه بنسميها الامبلس ريسبونس. تعال نشوف ايه هو. اوبس. ايه هو الامبلس ريسبونس؟ من اسمه، لو امبلس معناها اللي هي الالفا. ايه هي برضه الالفا ده يا باشمهندس؟ اللي هي حاجه بالمنظر ده، تكون بلس كده، سيجنال عباره عن بلس. لو ده كده الاكسس بتاعي فهي عباره عن بلس عند الزيرو، تكون امبليتيود بتاعها واحد، اللي هي اليونت امبلس بتاعتنا دي كده سيجنال بنسميها امبلس سيجنال. تمام؟ الفلتر ده المفروض الهدف منه ان هو يطلع لي حاجه اسمها الامبلس ريسبونس. يعني ايه ريسبونس؟ يعني الرد بتاعي، يعني الاوتبوت بتاعي. يعني المفروض لما ادخل السيجنال دي ادخلها على فلتر ما تطلع لي في الاخر اوتبوت. فقال لي والله ان الاوتبوت ده، يعني مثلا في المثال بتاع المحاضره، راح في الاخر مطلع لي شكل السيجنال تكون، يعني لو قلنا ان دي عند الزيرو، ادي عند الزيرو، واحد اتنين تلاتة، طلع لي المنظر حاجة كده. ان زي ما كانت السيجنال دي عند الزيرو كان مطلع بلس واحدة بس عند الزيرو بمقدار واحد، لما دخلت على الفلتر بتاعي طلعت output. حاضر يا آية، داخلين متأخر وعايزين البرميشن. ماشي تمام.
ان انا الانبوت بتاعي هو امبلس سيجنال تاني اللي احنا يعني احنا بنقول عليه ان هي امبلس سيجنال مطلعه لي في الاوتبوت بتاعي حاجه بتكون بالمنظر ده، فده اللي بنسميه الامبلس ريسبونس بتاعي. جميل. في بقى حاجة للفلتر ده، مميزات الفلتر ده، إن الفلتر ده يا شباب هو LTI. لازم الحاجة اللي هنا تكون LTI. إيه بقى الـ LTI ده يا باشمهندس؟ الـ LTI دي يا شباب اختصار لـ Linear Time Invariant. يعني إيه بقى الكلام ده؟ في اصلا حاجه اسمها linear time، ده مصطلح لوحده، ان الفلتر بتاعي يكون linear في التايم، وفي مصطلح تاني اسمه time invariant. خصائص linear time، معنى كلمه ان الفلتر اقول عليه linear time ان معناه ان الاوتبوت بتاعي هو هو زي الانبوت لو انا خدت الفلتر ده طبقته على سامبل من الانبوت بتاعي. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي سامبل لو انا عندي حاجه بالمنظر ده مثلا 2 1 1 1 حاجه كده، تمام، رحت جاي قلت لحضرتك انا هدخلها على ان هي فلتر، المفروض الفلتر ده هيضربها في 2، فلنقل بس ان هو ايه ده المثال كده ايه لحد دلوقتي هيضرب الحاجه دي في 2، معنى ان الفلتر ده يكون linear time معناه ان المفروض الاوتبوت بتاعي لما يطلع يروح جاي هنا لو عند الزيرو 1 2 3 ودي كده تطلع عند 4 2 2 2 0 1 1 2 3. ان لو انا رحت جاي عملت عمليه الفلتر دي عملتها على اول سامبل لوحدها، دي اللي هي بنسميها عمليه السوبر بوزيشن، ان انا لو رحت عامل العمليه دي على اول سامبل لوحدها وعملتها في رسمه، بعد كده رحت عاملها على تاني رسمه تانيه لوحدها وعملت دي عليها، وبعد كده رحت عامل في رسمه تالته طبقت الفلتر على دي، بعد كده طبقت الفلتر على دي، لو قعدت اطبق الفلتر بتاعي على كل سامبل او كل جزء من الانبوت بتاعي طبقته لوحده، بعد كده رحت جاي جامع الدنيا دي كلها على بعض هيدي لي السيجنال دي، وده فعلا صح. انا لو رحت واخد الاثنين دي ضربتها في اتنين بقت اربعه وحطيتها في حاجه لوحدها ان عند الزيرو في عندي سامبل باربعه، وبعد كده رحت واخد السامبل دي اللي هي عند الواحد في امبليتيود بواحد هضربه باتنين يبقى الامبليتيود بقى اتنين، بقى يبقى في عند الزمن واحد في امبليتيود باتنين، وهكذا، واجي اجمعهم على بعض هلاقي فعلا ان الشكل اللي طلع لي هو ده. فدي بنسميها linear time. يبقى من ظروف linear time او من سوري الشروط بتاعه linear time ان الاوتبوت بيساوي الانبوت سوبر بوزيشن. وفهمنا ان الانبوت معمول له سوبر بوزيشن، دي معناها ايه؟ ان انا كل اليمنت في الانبوت خدته لوحده وطبقت عليه الفلتر، بعد كده جمعت كل الدنيا دي مع بعض ادالي الاوتبوت. انا كده فهمت مين؟ اللينير تايم. في مشكلة لحد دلوقتي في اللينير تايم؟ فهمنا يعني ايه بس لينير تايم لحد دلوقتي؟ في مشكلة في اللينير تايم؟ اوتبوت هو هو الانبوت ولكن معمول سوبر بوزيشن، كل واحدة لوحدها وبعد كده بنجمعهم على بعض. طيب تعال نشوف لما حضرتك قلت لنا في والله هي اللينير تايم وفي حاجة اسمها time invariant. يعني ايه time invariant؟ معنى time invariant
معناه ان السيجنال لما بتيجي تخش في الانبوت، ان لو السيجنال بتاعتنا ليش، انا عشان لما باجي اسند ايدي على التابلت بيروح عامل الخطوط، لو انا عندي السيجنال بتاعتي بالمنظر ده تاني نفس المثال اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الاوتبوت بتاعي لما بيجي يخش على فلتر معين انه بيطلع بنفس التايم كومبوننتس بتاعه الانبوت سيجنال. يعني ايه؟ يعني السامبل اللي كانت عندي الزيرو لما جت اتضربت في 2 هل انا رحلتها ولا اتحطت هي اخرى عند الزيرو؟ اتحطت هي اخرى عند الزيرو ولكن بامبليتيود 4 لان ده اللي الفلتر عمله. فمعنى ان الفلتر ده تايم انفاريانت، معناه ان الفلتر نفسه ما بيغيرش في السيجنال الاصليه، ما بيغيرش في التايم كومبوننت اللي في السيجنال الاصليه. طب ثواني، لو السيجنال نفسها ده كده حاجه يعني خاصيه من خصائص التايم انفاريانت، طب في ايه تاني؟ لو السيجنال الاصليه نفسها معمول لها ديلي يبقى هو هيكوبي السيجنال الاصليه بالديلي بتاعها. يعني ايه؟ يعني لو انا رحت واخد السيجنال الاصليه دي كلها رحت مشفتها واحد ناحيه اليمين، تعال كده نشفت دي واحد ناحيه اليمين، فلو دي هي اكس اوف ان فدي المفروض تطلع لي اكس اوف ان ماينس واحد، ماينس معناها يتحرك ناحيه اليمين يا باشمهندس. خلاص ماشي يا شباب معاكم. فايه اللي هيحصل؟ دي تقول لي ان المفروض معنى كده ان عند الزيرو مش هيبقى فيه سيجنال، هتبقى بزيرو، وان عند الواحد هي دي اللي هتبقى باتنين، وبعد كده الوحدات بتاعتي فيظهر لي ادي الزيرو 1 2 3 4. متخيل المنظر بتاع الريسبونس هيبقى عامل ازاي؟ لازم عشان يبقى السيستم بتاعي ده اللي موجود عندي هو راخر تايم انفاريانت، لازم الاوتبوت بتاعي يبقى بنفس المنظر. يبقى الاوتبوت بتاعي عندي الزيرو هو بزيرو، واللي عند الواحد هو ده اللي هيبقى باربعة بقى، واتنين اتنين اتنين. يبقى معنى ان السيستم بتاعي تايم انفاريانت هو مش هيلعب في التايم بتاع حضرتك، هو زي ما لو حضرتك عملت ديلي هو هيعمل ديلي، لو حضرتك عملت فورورد للسيجنال رحت مجري السيجنال رحت عامل ان انت هي ماشيه بالبلس يبقى هو كمان هيمشي بالبلس، ما اتعملتش ولا ديلي ولا عملت ماينس ولا بلس يبقى هتنزل زي ما هي. يبقى معنى كده ان السيستم بتاع حضرتك ولا غير في التايم ولا عمل فيه حاجه، هو زي ما كان فيه ديلي هيعمل ديلي، زي ما كانت هي ما فيهاش اي حاجه يبقى مش هيعمل فيها اي حاجه. طب ايه بقى السيستم اللي احنا طلعناه ده اللي هو اللي كان في المحاضره ال تي اي ده؟ ال تي اي ده بقى يا معلم ده الاثنين مع بعض، الكومبينيشن للاثنين مع بعض جمع لك خصائص اللينير تايم سيستم، جمع عليها خصائص التايم انفاريانت سيستم. فيطلع لك بقى الشكل اللي بيطلع فيه عندك ده اللي هو ايه؟ ان الاوتبوت بتاعي لو هيتشفت يمين او هيتشفت شمال يبقى لو الانبوت بتاعي متشفت يمين او متشفت شمال يبقى الاوتبوت بتاعك هيتشفت يمين وهيتشفت شمال. لو الانبوت بتاعك هيتضرب كله في 2 يبقى لازم الاوتبوت هتلاقي ان هو كله مضروب في 2، وان لو خدت كل سامبل لوحدها ضربتها في 2 يبقى هيديني نفس الاخر نفس الاوتبوت بتاعي، عشان كده اقول عليه لينير. فيبقى هو في الاول وفي الاخر بيحقق الكونديشنز بتاعه اللينير تايم وبيحقق الكونديشنز بتاعه التايم انفاريانت. طيب لو انا جيت قلت لك نطبق بقى حاجه على اللينير تايم انفاريانت ده اللي هو ايه؟ عندي السامبل الاصليه اللي كنا قلنا عليها اللي هي دي اللي هي الامبلس اللي عند الواحد عند التايم بيساوي زيرو مقدارها بيساوي واحد، دخلتها على فلتر ما، الفلتر الما ده طلع لي اوتبوت بالمنظر ده. ده نفس مثال المحاضره عشان الناس ما تتلخبطش، ان راح مديني
عند الزيرو باتنين، وعند بقية الكلام ده كله بواحات. طيب ده شكل كده السيجنال الأصلية دخلت على الفلتر طلعت لي بالمنظر ده، ممتاز. طيب عايز بقى اطبق ان انا لو انا رحت واخد الانبوت بتاعي اللذيذ ده، قلت لك انا هعمل له ديلي، انا هخليه يشتغل مش عند الزيرو، انا هخليه يشتغل عند الواحد. لازم الراجل ده يشتغل عند الواحد، وكمان ايه ده، انا هضرب لك الماجنيتيود بتاعه في اتنين. تتوقع عشان اقول ان ده لازم يكون LTI system، ايه اللي يحصل؟ لازم الاوتبوت بتاعي برضو يقول لي يا باش مهندس عشان يبقى ده LTI system، يبقى لازم اول حاجة لازم يبقى يطبق التايم invariant properties، اللي هو ايه، حضرتك عملت ديلي بمقدار واحد من هنا، يبقى تيجي تقول لي هنا انا مش هبدأ من الزيرو، انا يا عم كمان مش هبدأ من الزيرو، انا هبدأ برضو من الواحد، فيروح بادئ لي من الواحد. حلو، طب الامبليتيود بتاعتي عامله ازاي؟ هو قال لك انا ضربت السيجنال دي ضربتها في اتنين، انا اروح انا كمان اضرب انا يا عم عندي في اتنين، فيبقى الراجل ده باربعه، ويبقى ده باتنين، ويبقى ده باتنين، وده باتنين برضه. طب انا كده حققت اللينير تايم كومبوننتس او اللينير تايم بروبرتيز؟ اه، ما انت لو جيت الحاجه دي لوحدها طبقتها كده على سامبل سامبل من اللي حصلت هنا، ورحت جامع في الاخر الدنيا على بعضها، هتلاقي ان فعلا طلعت لك الاوتبوت ده، يبقى انا حققت فعلا اللينير تايم بتاعي، ممتاز. طيب تعال نعمل نفس الكلام، ولكن لو انا قلت لك ان انا بقى عايز اجمع الاتنين سيجنال دول على بعض، تعال اجمع الاتنين سيجنال دول على بعض ليه؟ عشان انا في الاخر عايز الانبوت بتاعي يكون بالمنظر ده، ان هو عند الزيرو بواحد، وعند الواحد باتنين. ايه بقى الكلام ده يا باشمهندس؟ انا بقول لحضرتك انا عندي السيجنال الانبوت بتاعتي كانت في الاول هي حاجه كده، صح؟ تمام، اعتبرها بقى خلاص ده طلع لي الاوتبوت بالمنظر ده، عملنا لها ديلي وضعفناها باتنين فاداني الشكل ده. طيب انا عايز بقى الاتنين دول مع بعض في حاجه واحده، هنعمل ايه؟ كل اللي تعمله لي تجمع لي الاتنين على بعض، تجمع لي الاوتبوت اللي طالع من هنا واللي طالع من هنا، صح؟ ليه صح؟ لان ده يا باشمهندس ال تي اي سيستم، لينير تايم انفيرينت سيستم، وطالما حضرتك قلت لي لينير يبقى انا هطبق نفس القاعده، ان طالما ده معمول له سوبر بوزيشن وده كمان معمول لهم سوبر بوزيشن، يبقى انا لما اجي اجمع الاثنين مع بعض اعملهم هم راخر الاثنين كده، المحصلتين دول اعملهم هم برضه سوبر بوزيشن، يبقى برضه يديني الناتج هو الاوتبوت السليم بتاعي، اللي هو ايه؟ ان انا هجمع عند الزيرو باثنين، في حاجه هنا الزيرو امبليتيود باثنين وهنا عند الزيرو بزيرو، يطلع لي عند الزيرو باثنين، هعمل كده عند اثنين. طيب عند الواحد في عندي سيجنال مقدارها امبليتيودها بواحد وهنا امبليتيودها باربعه، فيروح جامعهم على بعض، يروح جامعهم على بعض كده يقول لي ان في الاولانيه بواحد والتاني باربعه، يبقى في الاخر دي المفروض هتكون بخمسه. بعد كده تعالى نعملها بلون مختلف شويه، اهو بعد كده عند السامبل اللي هي اتنين في هنا واحد واثنين هيجمعوا مع بعض يبقى بتلاتة، يروح طالع هنا كده عند تلاتة واقول لي دي والله بتلاتة. بعد كده عند اللي هي السامبل هم تلاتة دي هتتجمع مع دي يديني واحد زائد اثنين برضو دي كمان بتلاتة، فتقول لي دي والله برضو بتلاتة. بعد كده عند الأربعة، الأربعة دي لوحدها لأن ما فيش حاجة هنا عند الأربعة، يبقى اتنين زائد زيرو، يبقى تروح جاي لي عند دي وتقول لي إن دي باتنين. فده كده الكومبوننت اللي عند الزيرو والواحد والاثنين والتلاتة والأربعة. في اي مشكله في الكلام ده؟ انا جمعت الاثنين على بعض. شوف بقى السيكونس اللي احنا عملناه ده بقى، شفت بالسيكونس اللي احنا عملناه ده، هو ده كده اللي انا عملته، ده اسمه convolution. convolution ما بين مين؟ ما بين حاجه اسمها x of n وما بين حاجه اسمها h of n. في المثال اللي انا قلته في اللي انا شرحته ده، هنا دي كده دي كانت ال h of n
وهنا هي الـ x of n في المثال اللي انا شارحه ده. عملت لهم convolution مع بعض. ايه هو convolution؟ ان حضرتك تبص على الـ h of n، تاخد اول سامبل منها اللي هي دي وتعتبرها ان هي دي كده حالة لوحدها، وتطبقها على السامبل الاصلية اللي هي x of n، تشوف هتطلع لك بايه. بعد كده تطبق دي على السامبل الاصلية اللي هي x of n وتشوف هتديك ايه بالديلي بتاعها بكل حاجتها. لو هي بادئه عند الواحد يبقى الاكس اوف ان بتاعتها هيبدا عند الواحد، وتشوف هتطلع لك بايه، وفي الاخر تجمعهم على بعض فيديك الشكل ده. فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي شويه؟ يبقى انا عندي سامبل اصليه، حاجه اصليه بعمل عليها بروسيسز، بعمل عليها عمليات. ايه بقى العمليات دي؟ والله بكبر في الامبليتيود وفي نفس الوقت بعمل ديليز. بعمل هنا ديلي بمقدار واحد، بعد كده هضرب في اثنين، بعد كده اعمل ديلي بمقدار اثنين واضرب في ستة، بعد كده اعمل ديلي بمقدار ثلاثة واضرب في مش عارف سالب واحد، وهكذا. فروح جايب لي شكل مثال معقد بقى شوية، كان موجود في المحاضرة اللي هو كان في سلايد 8، اللي هو بيقول لحضرتك ايه؟ مديك الاكس اوف ان اللي هي دي، خليها بي اللون الاسود، ندي الاكس اوف ان بتاعتنا باللون الاسود. الاكس اوف ان عند الزيرو ب 6، عند الواحد ب 12، عند الاثنين ب 18، عند الثلاثة ب 12 تاني، عند الأربعة بستة برضو. تمام، ده كده اللي هي مين؟ دي كده الـ x of n بتاعتي. لا ده أنا آسف، ده دي، لا هي بس الامبليتيوز مختلفة شوية، نغير بس من الامبليتيودز لان دي مش الاكس اوف ان بتاعتي. الاكس اوف ان الدكتور كاتبها 2 4 6 4 2. تمام، امبليتيودز بس ايه الارقام مختلفه شويه عشان نبقى ماشيين على نفس الايه المثال بتاع الدكتور لما نيجي نبص على المحاضره. ادي الاكس اوف ان بتاعتك. تمام، قال لحضرتك ايه؟ انا عايز حضرتك تطبق عليها الاتش اوف ان دي. على نرسم ال h of n بتاعتنا باللون الأزرق. إن عند الزيرو 2، طلع لي كده هتقول ان هي باتنين، وان عند الواحد هتطلع لي باربعة. عمال اتلخبط ما بين الارقام اللي موجودة هنا، معلش. عند الزيرو انا اسف بتلاتة، ماشي يا عم. عند الواحد بسالب واحد، عند الواحد بسالب واحد، عند الاتنين هي باتنين، وإن عند التلاتة هي بواحد، عند الأربعة بزيرو. ماشي خلاص، عايز بس أحسن لكم شوية من الشكل. تمام، فده شكل كده اللي هو مين؟ ال h of n بتاعتك، ودي ال x of n. انا بقول لحضرتك هتعمل لي convolution ما بين ال x of n مع ال h of n، فتفهم كده من ايه؟ ان ال h of n دي السامبل اللي هي اللي فيها
العمليات اللي انا هعملها للاكس في ان بتاعتي. طيب فالعمليات دي اللي هي مين؟ عند الزيرو. اول حاجه همسكها اللي هي اللي عند الزيرو. بيقول لي ان السامبل الاصليه اللي بادئه من الزيرو، لو السامبل كده، دي كده ترجمتها، لو السامبل بتاعتك بادئه من الزيرو اضربها كلها في 3. بص دي ترجمه، دي ترجمه الاتش اوف ان. لو السامبل، لو الاكس اوف ان بتاعتك بادئه من الزيرو، يبقى تعمل للاكس اوف ان كلها تضربها في 3. بعد كده خلي السيجنال كلها بتاعت الاكس اوف ان خليها بادئه من الواحد. خلي السيجنال بتاعتك بادئه من الواحد وهتضربها في ماجنيتيود سالب واحد. بعد كده خلي السيجنال بتاعتك بادئه من الاثنين وهتضربها في ماجنيتيود 2. بعد كده هتخلي السيجنال كلها بادئه من الثلاثه وتضرب في ماجنيتيود واحد. تقعد حضرتك تعمل الكلام ده كله تحت بعضه، وفي الاخر نجمع الشكل النهائي اللي هو هيكون الواي اوف ان. طب تعالى نشتغل عليه. اول حاجه حضرتك بتقول لي، تعالى نشتغل دي باللون الاحمر، انها تيجي تقول لي السامبل اهي، هاجي تحتها على طول، وبتقول لي هطبق ده اللي هو عند الزيرو. يبقى انا هبدا من الزيرو، ادي السامبل الاصليه بادئه من الزيرو. حضرتك بتقول لي اضربها في 3، يبقى اول حاجه دي هتتضرب في 3، امبليتيودها بقى 6. بعد كده عند الواحد لما اجي اضربه في 3 يبقى 12. بعد كده لما اجي اضرب الستة دي اضربها في 3 تبقى 18. بعد كده اضرب الاربعة في 3 ب 12 والاثنين في 3 ب 6. ممتاز، عملنا كده اول سيجنال اهي. ونحط التايم بتاعنا 0 1 2 3 4. ممتاز، يبقى انا كده خلصت الكونفوليوشن بتاع اول سامبل. خدت ان هو يبدا من الزيرو، تمام، بادئ من الزيرو، ضربت في 3، ضربت يا عم في 3. بعد كده اعمل ايه؟ تعالى نشتغل على السامبل اللي بعدها اللي هي اللي باللون الاصفر اللي هي دي. بيقول لي خلي السيجنال بتاعتك تبدا من عند واحد. يعني ايه؟ يعني شفتها لحيث ان هي تبدا من عند الواحد. قول لي خلاص جميل، انا هعمل الخط بتاعي اهو. وتيجي تقول لي بدل ما هبدا من عند الزيرو، لا انا هبدا من عند الواحد. هتعمل ايه؟ تقول لي انا هضرب في ماجنيتيود سالب واحد، اروح ماسك السيجنال الاصليه اللي هي دي الاصليه بقى واضربها في سالب واحد. اول سامبل 2 لما تتضرب في سالب واحد تديني سالب 2. طيب عند الزمن كام؟ دي كده كانت المفروض عند الزمن زيرو، بس هو الراجل قايل لي خلاص انا هبدا من واحد، يبقى انا لازم ابدا دي من عند الواحد. يبقى ده كده كانت عند الواحد، وهنا دي اللي عند الصفر، وهنا اللي عند الاثنين، ثلاثة، أربعة، وأكيد هنعمل واحدة خمسة، لأن أنا شفت السيجنال كلها ناحية اليمين. طيب السامبل الثانية اللي هي دي أربعة، دي كانت السامبل الثانية، هي في الأصلية كانت اللي هي عند الزمن بيساوي واحد، بس لما خلاص عملت الديلي بمقدار واحد كمان تترحل تبقى عند الاثنين، تبقى هنا. فاقول له 4 في سالب 1 يبقى بسالب 4. تروح حضرتك عامل لي كده وتقول لي دي والله بسالب 4 يا باشمهندس. تمام، تعمل نفس الكلام على السيجنال اللي بعدها، تلاقي ان 6 في سالب 1 تبقى بسالب 6. بعد كده سالب 4. بعد كده سالب 2. فتلاقي ان نفس السيجنال اللي كانت موجوده هنا دي عملت فيها عمليتين. اول حاجه شفتها بحيث ان هي تبدا من عند الواحد زي ما الراجل كان قايل لي هنا في الاتش اوف ان، وكمان ضربتها في سالب واحد زي ما الراجل بتاع الاتش اوف ان ده قايل لي. طيب ايه تاني؟ خلاص انا كده خلصت دي، تعال نخش على اللي بعدها. نقول اللون الاخضر. هنيجي نعمل ايه؟ تعال نعملها مثلا، شايف هتكفي بقى تحتها، لا لان احنا هنضرب في 2، نعملها جنبها مش مشكله، تبقى حاجه هنا كده اهو. هقول له والله الراجل ده اول حاجه انا ملاحظها ان هو بيقول لي ايه، انت هتبدا من عند الاثنين، انت هترحل سيجنال بتاعتك مرتين. السيجنال الاصليه دي اللي هي دي حضرتك هترحلها بمقدار 2، فيبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لسه ان انا عند الزيرو مفيش حاجه بزيرو، وان عند الواحد بزيرو برضه مفيش اي حاجه، ان عند الاثنين
هو ده اللي انا هبدا من عند السيجنال بتاعتي بقى، هاخد السيجنال الاصليه واضربها في الماجنيتيود ده. الراجل ده بيقول لي كبر السيجنال الاصليه بمقدار 2، يبقى اول سامبل لما اجي احطها يبقى لازم اول سامبل تكون مقدارها 4، لان 2 في 2 ب 4. بعد كده تاني سامبل تكون 4 في 2 ب 8. بعد كده تالت سامبل تكون 6 في 2 ب 12. بعد كده السيجنال اللي بعدها 8، بعد كده اللي بعدها او السامبل اللي بعدها ب 4. تعالى بقى نحط الترقيمات بتاعتنا، هقول له والله ده عند الواحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ستة، احنا وصلنا لحد ستة. ما حضرتك دي كانت منتهية عند الأربعة، عملت لها شيفت بمقدار 2 ناحية اليمين، فلما شفت 2 ناحية اليمين الأربعة دي بقت عند الست. كده الدنيا ابتدت توضح شوية. أنا كده خدت خلاص السامبل التالتة دي اللي اشتغلت عليه. طيب تعالى نشتغل على السامبل اللي بعدها، نخليها باللون البرتقاني، ولا بلاش خليه باللون البينك ده عشان البرتقاني هيبقى شبه الاصفر. هعمل الاخرانيه اللي هي عند التلاته. التلاته دي يا ريس معنى كده ان هو طالما هي عند التلاته يبقى انا بقول له يعمل ايه في السيجنال الاصليه؟ يشفتها بحيث ان هي تبدا من عند تلاته، يعني يشفتها بمقدار تلاته. فمعنى كده ان انا عند الزيرو مفيش حاجه، عند الواحد برضه والله ما في حاجه، طب عند الاثنين برضه ما فيش حاجه، لان حضرتك بادئ من عند الثلاثه. تحط لي اول سامبل احطها زي ما هي؟ احطها زي ما هي. ليه؟ لما هو قايل لك اضرب في واحد، فاثنين في واحد اي حاجه في واحد بهي هي، فخلاص يبقى انا هنزل ده اثنين، بعد كده اربعه، بعد كده ست، بعد كده اربعه، بعد كده اثنين تاني، ده 4 5 6 7. وصلنا لحد 7. ما خلاص الراجل ده كان منتهي عند الاربعه، بس عملنا له شيفت بمقدار 3 فانتهى عند الست. فادي تبص كده على الشكل تلاقي ان نفس السيجنال اللي موجوده عندي دي، ان نفس السيجنال اللي موجوده عندي دي اهي هي هي اتكررت تاني، ولكن لما اتشفتت عند الواحد، بعد كده اتكررت تاني بس اتشفتت عند الاثنين، هي هي بس اتكررت عند التلاتة بماجنيتيودز مختلفة. بناء على ايه؟ بناء على الراجل هنا قاله لي، اللي قاله لي الراجل هنا هو ده اللي انا عملته. يبقى انا ببص على الاتش اوف ان واخد منها كل العمليات اللي هعملها على الاكس اوف ان بتاعتي، بعتبر ان دي الاصلية ودي عمليات كتير قوي عمال اعملها عليها. في لحد هنا اي سؤال يا شباب؟ الكلام لحد دلوقتي واضح؟ احنا بنعمل الكونفوليوشن ازاي؟ شباب في مشكلة لحد دلوقتي؟ اوكي ممتاز. طيب يبقى ايه اللي ناقصني دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ نعمل بقى اخر خطوة خالص، الا وهي التجميع بتاع حضرتك. ايه بقى التجميع ده؟ جمع لي، مش هو هنا حاططهم كلهم في حاجة واحدة؟ طب ليه يا عم انت كده فاصلهم؟ انا بس كنت فصلتهم معلش عشان بنعمل ايه؟ بسهل على نفسي واعمل كل عملية لوحدها. فانا المفروض بقى ايه؟ اجمع ما بينهم بقى، نجمع الحبايب. هجمع الحبايب ازاي؟ هتاخد السيجنال الاولانيه دي كلها كده، تحتها كده الثانيه، وتروح حاطط تحتها الثالثه، وتروح حاطط تحتها الرابعه، وتجمع بقى جمع عادي جدا. عند السامبل زيرو في عندي كام؟ في عندي سته، مجموع عليها زيرو، مجموع عليها زيرو، مجموع عليها زيرو. يبقى اول سامبل في الاوتبوت بتاعتي عند الزيرو مقدارها سته. بعد كده عند الواحد عندي 12. 12 تتجمع على، تعالى نعملها احنا مثلا بلون. الالوان خلصت، نعمل بلون ايه؟ يا عم نعمل بلون البني شويه، لون غامق شويه. فانا هعمل ايه؟ هروح جاي جامع الحاجات دي كلها. قلنا خلاص اول سامبل ممكن نعملها هنا كده عشان بس انا عايزها تكون في نفس الصفحه. رحت واخد اللي عند اول سامبل السته، اتجمعت عليها الصفر، اتجمع عليها الصفر، اتجمع عليها الصفر، يديني 6. ممتاز. بعد كده ال 12 اتجمع عليها سالب 2، اتجمع عليها، ابوس ايديك، واتجمع عليها مش اتضرب فيها، اتجمع 12 اتجمع عليها سالب 2 تديني كام؟ 10. 10 معاها 0 ب 10، معاها 0 كمان ب 10. ممتاز. بعد كده ال 18 اتجمع عليها سالب 4، 18 وسالب 4 14،
اتجمع عليها 4، رجعت تاني 18، اتجمع عليها 0 تبقى 18. ممتاز. بعد كده ال 12 دي اتجمع عليها ماينس 6 تبقى تديني ماينس 6، اتجمع عليها 8 يبقى 6 زائد 8 تديني 14، 14 اتجمع عليها 2 تديني 16. كده هنقفلوا الفيديوهات ابوس ايديكم. يبقى قلنا 12 ماينس 6 ب 6، 6 و 8 14، 14 وعليهم 2 يبقى 16. يبقى روح مطلع كده خط كمان واقول له حضرتك 16. تمام. بعد كده الستة اتجمع عليها سالب 4 يبقى بيديني 2، 2 و 12 14، 14 و 4 18. تقول لي هنا عند تطلع ب 18. ممتاز. بعد كده في عندي حاجة تانية هنا؟ مفيش. في هنا بس في عندي خمسة هنا اللي هي دي، في سالب 2، سالب 2 هنا قصادها حاجة؟ مفيش، كانت 0 يبقى سالب 2 و 0. سالب 2 و 8 يعني 8 ناقص 2 ب 6، 6 وعليهم 6 يبقوا 12. تطلع لي عند ال 12. بعد كده تقول لي في حاجة خلاص أنا خلصت دي، بس لسه هنا في 4، 4 مجموع عليها من 0 هنا، مفيش حاجة عليه، وهنا في كمان 0، يبقى خلاص 4 و 0 و 0 4، بس مجموع عليها 4 كمان، يبقى تقول لي والله في خط هنا ب 8. بعد كده ناقصني بقى مين؟ اللي هو دي الأخيرة اللي هي عند السامبل رقم 7 ب 2 ومش معاها أي حاجة، كل حاجة هنا بصفار صفار صفار صفار. يبقى هو في عندي واحدة كمان هنا في الآخر أهو ب 2 عند السبعة. تعال بقى نحط الأرقام 0 1 2 3 4 5 6 7. يبقى ده السيجنال بتاعتك اللي هي مين؟ اللي هي ال y of n، اللي هي المفروض عبارة عن مين؟ هي عبارة عن ال x of n اتعمل لها convolution مع ال h of n. فاحنا كده ظهر لنا كلمة جديدة اسمها convolution. لما بقول لك اضرب اتنين سيجنالز في بعض هتضربهم في بعض ضرب عادي، تيجي تقول لي 2 في 2 ب 4، السامبل دي عند الواحد هنا بمقدارها 6 وهنا كانت مقدارها 3، يبقى 6 في 3 ب 8، بضرب تو سامبلز في بعض. اما اجي اقول لك اعمل لي كونفوليوشن تعملهم لي ازاي؟ تقول لي لا، فين الاتش اوف ان؟ هي دي. يبقى معنى كده ان حضرتك بتقول لي ان كل واحده منهم هي عباره عن بروسيس اتعملت على السيجنال الاصليه. فان هي عند الزيرو يبقى انا ببدا من الزيرو واضرب في 3، عند الواحد يبقى هبدا من الواحد واضرب في سالب 1 وهكذا. ماشي يا شباب؟ يبقى انا الشكل اللي طلع لي في الاخر اللي هو مين؟ الاوتبوت بتاعي هو ال y of n، هو نتيجة عملية ال convolution. وفعلا الراجل ده time linear time invariant. ليه linear؟ لأن هو فعلا ناتج حاصل جمع كل واحدة من دول. أنا هو لو طلعت لك الأوتبوت ده اللي هو عبارة عن ناتج جمع كل حاجة اتعملت لوحدها، فده كده superposition، يبقى ده كده linear time. طب عرفت منين ان هو invariant يا باشمهندس؟ ما انا عامل لك لكل واحده كانت اتعمل لها delay انا كررته عملته برضه delay. انا عامل الديلي بتاعتي في كل sample مره وانا بعملها، حققت الديلي. ما جيتش قلت لك اعمل لي بس الماجنتيود وما تعملش delay، قلت لكش بس اضرب في سالب واحد وخلاص، لا، قلت لك شفتها زي ما دي متشفتها عند الواحد، شفت برضه عند الواحد. يبقى دي تايم انفاريانت، يبقى الوقت بتاع الانبوت انا كررته في الاوتبوت تاني، ما غيرتش فيه. انفاريانت يعني ما فيهوش تشينج، ما فيهوش فاريشن، ما حصلش فاريشن، ما حصلش تغيير في الانبوت او الوقت بتاع الانبوت سيجنال بتاعي. ماشي يا شباب؟ طيب فدي كده اللي هو مين؟ ده اللي يعتبر الدايجرام بتاعنا او الرسم بتاعنا لحاجه زي كده. طب تعالى نشوف بقى شكلها لو انا بقول لك ابو جدول، لان ابو جدول ده هو نفس المبدا ولكن هنطبقه في جدول. تعال نطبق الكلام ده في جدول. الجدول ده بيكون عامل ازاي؟ حضرتك هتروح جاي كده، تبدأ تسطر، تقول لي والله انا هعمل كده الخط الاولاني، تمام، الخط الثاني، اول حاجه تعد عندك انت هيكون عندك كام سامبل. تعالى كده نعدهم مع بعض من الرسمه.
انا كان عندي كام سامبل؟ اعلى رقم وصلنا له على الاكس اكسس، الاكس اكسس كان كام؟ كان 7 صح؟ فانا اروح اعمل كده، المفروض يكون عندي على الاقل 7 عواميد، والباقي يعني ده على الاقل حاجه هتكون 7 عواميد. طب يا باشمهندس كان في لسه قيم، فين يا ريس؟ كان في قيم المفروض بعد ال7 عند ال8 وال9 وال10. ايه؟ ايوه في قيم، بس القيم دي كلها بزيرو، كلها كانت بزيرو، انا ما حطيتهاش على الرسمه بتاعتي لان ملهاش لازمه، انا بس بحط الحاجه اللي كان ليها تغير. ولكن كان في قيم بعد ال7 كلها صفار، ما حصلش فيها اي تغيير. وكان في قيم قبل الزيرو اللي هي الماينسات كلها، دي كلها كانت بصفار برضو، فما تنساش تحطها عندك في الجدول. يبقى انا عندي المفروض 7 سامبلز، وفي اللي قبل الزيرو وفي اللي بعد ال7. يبقى انا كده هعمل جدولي من 9، وتعمل لي كولوم كمان تخليهم 10 كولوم عشان تحط بس اسامي التقسيمات بتاعتك، اللي هو مثلا ان دي مثلا الاكس اوف ان ودي الواي اوف ان. يعني اروح مقسمها حاجه بالمنظر ده، حاجه اقول له اول عمود اهو تمام، وادي تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، سادس، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ادي العمود العاشر بتاعي. طيب بالنسبة للصفوف، الصف بتاعك اعتبره هو أول واحد، هتسيب لي صف ليه تكتب لي فيه السامبلز بتاعتك، تاني صف هتكتب لي فيه الاكس اوف ان، تالت صف هتكتب لي فيه الاتش اوف ان، بعد كده تعمل على حسب عدد السامبلز اللي انا مديها لك، وتعمل لي برضه سطر للواي اوف ان. يبقى انا في عندي سطر للانات السامبلز بس، بعد كده سطر للاكس اوف ان، بعد كده سطر للاتش اوف ان، وسطر للواي اوف ان، ادي كده 4. وشوف عندي كام سامبل كانت موجوده في الاتش اوف ان، الاتش اوف ان بتاعتي كانت كام سامبل؟ كانت 4 صح؟ يبقى انا هسيب 4 صفوف كمان، يبقى 4 و4، يبقى انا محتاج اعمل 8 صفوف. ادي الاول والثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، وده الصف الثامن بتاعي. يعني احنا بنحاول اصلح الشكل شويه، ولكن يعني ايه على قد ما نقدر. طيب تعالى بقى نكتب، نملى الجدول بتاعنا ده. ده كده ابو جدول، هكتب ايه في الجدول؟ تيجي تقول لي والله الان بتاعتي هي يا باشمهندس، هكتب الانات هنا. ايه بقى الانات دي؟ اللي هي ان ان اصغر من الزيرو، في عندي الزيرو وفي عندي الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والست والسبعه، وفي عايزين اللي هو الان اللي اكبر من 7. طيب بعد كده والله انا هعمل لك صف كمان للاكس اوف ان، وهعمل لك صف كمان لل h of n، واخر صف خالص يا شباب ده اللي هيكون عندي كده هنا عند السامبل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ونعمل هنا ال y of n بتاعتي. يبقى انا خلاص مش محتاج الجزء ده، انا هعمل هنا ال y of n. طب وفي النص يا باشمهندس، حاجات بقى اللي في النص دي، دي عمليات الكونفوليوشن اللي اتعملت، اللي هي ايه؟ اللي هي كانت ال h of 0 لما جيت عملت لها كونفوليوشن مع ال x of n وال h of 1 لما جيت عملت لها كونفوليوشن مع ال x of n minus 1، لان احنا لو نفتكر واحنا مرحلينها بواحد، بعد كده ال h of 2 مع ال x of n ناقص 2 وال h
في 3 مع ال x في n ناقص 3. دول الأربعة سامبل اللي كانوا موجودين عندي. تعالى بقى نملى الكلام ده كله. والله ال x في n كانت أي حاجة فيها قبل الصفر كانت قيمها بكام؟ هدير، أنا قربت أتشال هدير. غياب إيه هدير اللي إحنا بناخده في الدي اس بي؟ وإحنا من إمتى بناخد غياب في الدي اس بي؟ وإحنا أول مرة نحضر ولا إيه؟ طيب الاكس اوف ان بتاعتي تعالى نوصها، في اي قيم اصغر من الزيرو كان ليها قيم؟ لا، في الاكس اوف ان السيجنال الاصليه. طيب عند الزيرو الاكس اوف ان السيجنال الاصليه كانت ب2، وعشان برضو ابقى موريكم الاثنين جنب بعض عشان بدل ما انتوا تايهين مني كده، تعالى نفتح المحاضره ونخليها جنبنا نبص على السيجنال الاصليه، وادي ال h of n، واعمل لكم الشير للسكرين. طب المنظر ده انا عايز اجيب برضو الوايت بورد، يعني عايز افتحها لكم هما الاثنين جنب بعض. دي واحده كده ادور على حاجه. طيب احنا كده المفروض شايفين ادي الجدول بتاعنا اهو، وشايفين السيجنال الاصليه، فاقول له قبل الزيرو خلاص انا مفيش حاجه عندي، مفيش عندي حاجه هنا قبل الزيرو، فاروح حاطط له ان هي بزيرو. عند الزيرو باتنين، عند الواحد باربعه، عند الاتنين بسته، عند التلاته باربعه، عند الاربعه باتنين. في حاجه تانية يا شباب؟ في عند الخمسه او بعد كده؟ لا خلاص، هي مفيش حاجه عند الخمسه والسته، يبقى انا اروح اقول له صفار. كل ده صفار يا ريس، كل ده يا معلم. هنا كده كل اللي هيبقى بعد كده اهو كده، ده برضه بكام؟ بصفار. ممتاز. طب تعال نبص على الاتش اوف ان. الاتش اوف ان بتاعتي هل في حاجه قبل الزيرو؟ بص كده عليها، كل اللي قبل الزيرو بكام؟ بصفار، يبقى برضه قبل الزيرو مفيش حاجه، كل دي بصفار. عند الزيرو والله دي بتلاته، طب عند الواحد بسالب واحد، طب عند الاثنين هتقول لي والله باتنين، والتلاته بواحد. خلاص في حاجه تانيه عند الاربعه؟ ما فيش. يعني عند الخمسة، الستة، السبعة، أعلى من السبعة، كل ده ما فيش. ممتاز. نيجي ده نعمل الكلام ده بس بالجدول. فاكرين احنا فهمنا يعني ايه الاتش اوف ان؟ فهمنا ان الاتش اوف ان دي فيها البروسيسز اللي هتتعمل على الاكس اوف ان. فحضرتك تعمل ايه؟ نفس اللي كنا بنعمله في الرسمة، تمسك أول إيليمنت وتطبقه على كل حاجة. أدي أول إيليمنت اللي هو الزيرو، يتطبق على كل الاكس اوف ان، تقعد تمشي كده تاخد الرقم ده في كل الكلام ده. امبليتيودز بقى، ما انا بضرب امبليتيودز، فتيجي تقول لي والله عندي الزيرو معنى كده معنى كده ان ده بزيرو، زيرو زيرو، كل ده بصفار، ما انت عمال تضرب صفر في كل الكلام ده بصفار. طيب ايه تاني يا ريس؟ تعالى لي بقى عند العنصر، لا انا اسف، احنا كده ما خدناش الاتش اوف زيرو، نرجع، احنا كده ما خدناش الاتش اوف زيرو، سايبني عمال شغال. الاتش اوف زيرو هي مين يا شباب؟ لان انا كاتب هنا ان هي اتش اوف زيرو. اتش اوف زيرو دي اللي هي مين؟ اللي هي التلاته دي، صح؟ يبقى انا المفروض اقول له ايه؟ التلاته هي اللي هتضرب في الكلام ده كله. طيب تعالى يا عم اضرب بقى التلاته في الكلام ده كله، فتروح ضربها لي هنا وهنا وهنا زي ما كنا عملنا في الرسمه بالظبط، وهنا وفي كل الكلام ده. تلاته في زيرو بزيرو، حلو. تلاته في اتنين بسته، تلاته في اربعه ب12، تلاته في سته ب18، 3 في 4 ب 12، 3 في 2 ب 6، 3 في 0 0 0 0. حلو، خلصت؟ انا كده خلصت السطر ده. طب تعالى نمسك اللي هي مين؟ الاتش اوف 1. هو الراجل بيقول لي الاتش اوف 1، مين الاتش اوف 1؟ ادي الواحد وادي الاتش اللي هي قيمها بكام؟ بسالب واحد.
يروح ماسك السالب واحد يضربها في الاكس اوف ان كلها، السطر بتاع الاكس اوف ان، يبقى سالب 2 سالب 1 في 2 بسالب 2، سالب 1 في 4 بسالب 4، سالب 6 سالب 4، سالب 2 0 0 0 0. حلو. ولكن في حاجه قال لي بقى ايه، حضرتك شفت اللي انت عملته ده، رحله لي بمقدار اكس اوف ان ماينس 1 زي ما كنا عملنا في الرسمه. احنا لما جينا عملنا في الرسمه ايه، واحنا ضاربين ضربنا القيم، وقلت لك ايه، انت لازم تبدا قيمك من عند الواحد، لان الراجل قال لك ايه، اتش اوف 1 يبقى برضه الاكس هتبقى ان ماينس 1. يبقى اللي المفروض حضرتك تعمل ايه، تروح كل اللي هتعمله ترحل القيم دي كلها بمقدار واحد. يبقى بدل ما هنا كان في سالب 2 تقول لي معلش هي هتبقى هنا، تبقى السالب 2 هنا. ليه؟ لان انا قايل لك ابدا من عند الاتش اوف 1، يبقى عند الاتش اوف 1 سالب 2 سالب 4 سالب 6 سالب 4 سالب 2 0 0 0. ممتاز. تعالى نمسك في الثانيه اتش اوف 2، هنضرب امبليتيود بس يا باشمهندس بقى، بدل ما تكتب وتمسح تاني لا هعملها مره واحده. عند الاتش اوف 2 انا بقول لك ابدا كتابه من اول هنا، اهو ادي الصف بتاع الاثنين اهو، وامسك الامبليتيود اللي عند ام اتش الاتش اوف 2 دي وخدها واضربها في كل الاكس اوف ان، يبقى 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 6 ب 12، 2 في 4 ب 8، 2 في 2 ب 4 0 0. كل الكلام ده لسه صفار. حلو. بعد كده ابدا عند الاتش اوف 3، ادي الاتش اوف 3 يبقى تبدا من نفس العمود اللي فيه 3، يبقى هنبدا من اول هنا يا باشمهندس. ممتاز. يتقول لي مالها الاتش اوف 3 ده بواحد، قيمتها بواحد، يبقى 1 في 2 ب 2، 1 في 4 ب 4، 1 في 6 ب 6، 1 في 4 ب 4، 1 في 2 ب 2، وبعد كده صفار. كل ده صفار. خلاص خلصت؟ خلاص خلصنا يا باشمهندس. ناقص ان انا اعمل ايه؟ اجمع الكلام ده بقى كله مع ايه؟ مع بعضه واحطه في الواي اوف ان. تقول لي صفار كلها اتجمعت مع بعض بصفار. 3 و6، لا انا اسف، التلاتة دي ضمن الاتش اوف ان. انا بجمع مين يا شباب؟ انا لما هاجي اجمع انا هجمع الكلام ده كل اللي بلونه الاخضر، عشان كده عملتها لكم باللون الاخضر. كل اللي لونه اخضر هو بس اللي هيتجمع، اللي هم مين عندي اللي انا كاتبهم في وسط الجدول دول، اللي هو اللي بالاسود ده. هاجي اقول له 6 مع 0 مع 0 مع بيديني 6، 12 و2 10، 18 وسالب 4 مع سالب 4 تديني 18 هي هي، 12 وسالب 6 ب 6 زائد 8 ب 14 زائد 2 16، 6 ناقص 4 ب 2، 2 و 12 14، 14 و 4 18، 8 ناقص 2 ب 6، 6 و 6 12، 4 و 4 8، 2 و 0 0، 0 و 0 يبقى ب 0. يبقى تلاحظ ان هي هي نفس الشكل اللي المفروض هيجي لي هنا لو جينا بصينا عند الراجل ده، تلاقي هي نفس القيم اللي طالعه لي في الجزء الاخضر 6 اهو. نبص كده عليها، بتاع ده معاناة. حاضر هشوف اسئلتكم دقيقة واحدة بس، افتح الشكل التاني بتاع السيجنال عشان نشوفه اهي. بص بقى كده على امبليتيودز ونتاكد منها. اهو والله الراجل بيقول لي اول امبليتيود عندك ب6، انت فعلا مطلع ان اول امبليتيود عندك ب6. تاني امبليتيود، تاني امبليتيود حضرتك مطلعه ب 10، فعلا حضرتك مطلعه ب 10. المفروض تالت امبليتيود ب 18، ادي فعلا 18.
المفروض بعد كده الراجل ده ب 16 يطلع ب 16 وهكذا، تلاقي نفس الامبليتيودز فعلا اللي احنا محققينها هي اللي فعلا الدكتور ايه مطلعها، ولكن كل ده عملناه في ايه؟ في جدول. تعال بقى نشوف الناس عندها اسئله بتقول ايه. عند السبعة المجموع باتنين، الصفر اللي قبل الأخير. طيب سلام، ليها باتنين عشان الريكورد. اه صح معلش، وانا بكتب يعني انا عمال اقول لكم 2 زائد 0 ب 2 ورحت انا كاتبها بايه؟ معلش دي غلط من عندي. اهي كده نخليها ب 2 لان فعلا 0 زائد 2 ب 2. فنلاقي ان الشكل خلاص النهائي اللي احنا عايزينه هو ده فعلا الشكل اللي طالع، نفس الشكل اللي انا طلعتكم معاه طلعته معاكم بالجراف، هو اللي طلع في التيبل بتاعي. فدي كده الطريقه الثانيه اللي الدكتور كان عايزها في الاساينمنت. يبقى الدكتور طالب مننا يعني كل مره يجي يطلب منكم في حته الكونفوليوشن وفي الامتحان كمان لو جات لك في الامتحان بيطلبها بنفس المنظر، بيقول لحضرتك اعمل لي الجدول واعملها لي كجراف. فتوقعها كده لو جات لك ان شاء الله في الامتحان هتكون نفس النمط، يديك سيجنال اكس اوف ان اللي هي الاصليه ويقول لك وادي والله الاتش اوف ان، تبص على الاتش اوف ان تعرف ان كل حاجه منهم هي بروسس هتتعمل على السيجنال كلها، تبص على اول سامبل في الاتش اوف ان تلاقيها عند الصفر يبقى انت بدايتك من الصفر، مضروبه في 7 يبقى تضرب السيجنال كلها الاصليه في 7، بعد كده السيجنال اللي بعدها السامبل اللي بعد كده في الاتش اوف ان بدأ من عند الواحد يبقى انا هعمل اكس اوف ان ماينس 1، يبقى انا لازم هرحل السيجنال الاصليه بمقدار 1، بعد كده اشوف الامبليتيود، الراجل بيقول لي اضرب الامبليتيود في 2 يبقى هضرب الحاجه كلها في 2، اقعد امشي كده على كل السامبلز، بعد كده اطلع الرسومات كلها تحت بعض واجمعهم كلهم على بعض جمع حسابي عادي جدا جدا. هتعمل نفس الكلام ولكن بالجدول. تيجي تقسم الجدول الفكره بس في الايه؟ في العناوين بتاعت الجدول. اكتر حاجه هتلاقيها معظم الناس بتغلط فيها في الامتحان ونسبه كبيره جدا من الناس بتغلطها في الامتحان حته التشفيت، ان هو بينسى ان عند الاتش اوف 1 لازم يروح رايح على العمود رقم 1 هو اللي يبدا منه في الجدول. اكتر حاجه بتلخبط الناس هي دي، عند العنصر الثاني ينسى ان هو يبدا من 2، فتلاقي الناس ابتدت ترص الحاجه تحت بعض، فتلاقي مطلع لك اول سامبل برقم مختلف خالص عن اللي انت عامله في الجراف. افتكر حاول كده تركز وتشتغل، وطبعا هينزل لكم الاساينمنت على الجوجل كلاس روم مني انا بقى مش من الدكتور باللي هو الديو تايم بالكلام ده كله. هتعمل نفس الكلام، ما تنساش الترحيل. طبعا الاساينمنت هيتعمل على حاجتين، هيبقى فيه لسه جزء ماتلاب هنتكلم عليه دلوقتي بسيط جدا جدا جدا، مش هرخم في الماتلاب، انا كان ممكن اقول لك في الماتلاب هنعملها بطريقتين بس لما قعدت مع باشمهندس هاشم قلنا ملهاش لازمه لان كده حضرتك هتبقى بتعمل الجدول والجراف وبعد كده تيجي تقعد على المتلب تعمل طريقتين، فملهاش لازمه واحنا كده كده شغالين بقى في كوزات وبتاع في المواد الثانيه زي ما انا شايف، فمش ناقصه. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نشوف ابو متلب، بس اول ما اخش على المتلب عايزين نشوف لو في حد عنده سؤال. فلو في سؤال لحد كده يا شباب، في حاجه مش مفهومه، في اي حاجه مش واضحه، يا شباب انا عاجبني ان الناس فايقه وبتشتغل، انا عاجبني جدا ان الناس على طول راحت ردت بايه باتنين اتنين اتنين دي. تمام ممتاز. طيب واتس نيكست، عم محمد عايز يشوف اللي بعده. خلاص الكلام ده بقى بالنسبه له سهل، فاللي هو ايه يعني ايه اديني في الايه اللي بعده بقى، احنا خلاص في الكونفوليوشنز بقينا زي الفل. طيب تعالى بقى نقفل الرغي ده كله. تعالى نشوف الراجل المحترم اللي اسمه ماتلاب هنعمل فيه ايه. خلاص ممكن نسيبه عشان لو حد عنده سؤال ولا حاجة فيها. هسيب ده مفتوح ولكن عايزين الهوم وورك،
فتعال نطلع كده الاسايمنت بتاع الدكتور. انتوا المفروض لسه شايفين السكرين. نشوف الاسايمنت بتاع الدكتور كان بيتكلم على ايه. طبعا احنا مش هنحل الاسايمنت مع بعض دلوقتي، انا بس بديك اللي هو ايه فكره، تمام؟ عشان طبعا ده هيتسلم لي، وعايز اشوف طبعا الناس دلوقتي هترن. يعني انا مش انا اللي هحل لكم الاسايمنت، انت اللي حضرتك قدامي هتحل الاسايمنت بتاع الماتلاب على الاقل. مش هطلب دلوقتي منك ان انت تعمل لي البتاع. اللي عايز اشوفه هو الماتلاب. والله مديني السامبل المحترمه دي اكس اوف ان. تعال نبص على الاكس اوف ان بتاعتنا، بيقول لي 8 و3 و7 و4 و8، ممتاز. ابص على الاتش اوف ان، اول ما ابص على الاتش اوف ان اعتبرها ان هي ايه بروسيسز كتير هتتعمل على الاكس اوف ان، فيقول لي ان اول واحده وانت بتبدا من عند الزيرو اضرب في 4. الاسايمنت بنسلمه للدكتور وحضرتك، علشان انا بسلمه لحضرتك بس. لا يا فندم، حضرتك بتسلميه ليا انا بس، محدش طالب منك تسلم حاجه للدكتور. الدكتور كده كده ما بيصححش assignments، الدكتور مش هيصحح assignments، هو بس منزلها كماتيريال. يعني العنوان assignment، ولكن هو منزلها لك كماتيريال بحيث ان انت تبقى شايف عنوان السؤال، ودي قلنا قبل كده. اما الassignment هيتعمل ازاي وهيتسلم ازاي وعند مين؟ عند المعيد اللي حضرتك بتحضر عنده. طيب، فروح ماسك البروسيس الاولانيه اللي بتقول لي ابدا من عند الزيرو واضرب في 4. بدات من عند الزيرو واضرب كله في 4. ابدا من عند الثلاثه واضرب كله في 3. ابدا من عند الاثنين واضرب كله في سالب 1. ابدا من عند الثلاثه واضرب كله في 2، وهكذا. تجمع الكلام ده كله تحت بعض كرسومات وتجمعهم على بعض. بعد كده تعمل جدولك اللذيذ وتطلع لي الواي اوف ان، تتاكد ان الاثنين هو نفس الناتج. ماشي يا شباب؟ عشان برضه السؤال هو ايه يا باشمهندس اللي طالبها؟ جرافيكال كونفوليوشن ودرو واي اوف ان. هي هي، هو بس الواي اوف ان اللي هو الناتج، يعني بعد ما تجمع ارسم له الواي اوف ان اللي هي الحاصل النهائي. اما وانت اصلا بتعمل الجرافيكال كونفوليوشن اللي هو خطوه بخطوه، اعمل لي خطوه بخطوه كرسمه، اللي هو لما خدت الاربعه دي ضربتها فيهم كلهم تعمل لي رسمه بيها. ضربت خدت اللي عند بدايتها من الواحد وضربت في ثلاثه تعمل لي رسمه ليها، وهكذا، زي ما انا اشتغلت معاكم بالظبط. طيب، تعال نشوف ابو ماتلاب بيقول ايه. ايه الكلام ده؟ طيب، الراجل بتاع الماتلاب مريحنا جدا 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 وعلى الاخر. انتوا متخيلين كده عشان اعمل convolution، عشان اعرف سيجنال، ندي بقى الاسئله الرسميه بتاعتنا. طيب يا شباب، عشان اعرف سيجنال بعرفها على انها هيئه ايه على الماتلاب؟ الماتلاب ده محترف ايه؟ متخصص في ايه؟ فلو انا عايز اعرف له سيجنال هعرفه له على انها هيئه ايه؟ كل الاسئله دي اجابتها واحده، ماتريكس. مظبوط يا عم سامر. يبقى انا لازم اعرفه اي سيجنال عندي. فتعالى مثلا ندي مثال اللي هو اكس ماتريكس عباره عن قيم عند مثلا عند نقول مثلا عند الزيرو وسوري عند الواحد، نقول ان هي باتنين مثلا، بعد كده واحد، بعد كده 2، بعد كده 1. حلو، ده كده السامبل اللي هي اكس. عندي سيجنال ثانيه اللي هي واي، او لا اللي نسميها بقى اتش عشان دي مثلا الاتش اوف ان، يبقى برضه ايه رمز قريب منكم. الاتش اوف ان هتكون عباره عن عند الواحد كانت قيمتها ب 2 اهو، بس ايه هنا كده المنظر، وبعد كده هيضرب سالب 1، بعد كده 3، وشكرا على كده. ده كده الاتش اوف ان، انا بس بندي ايه مثال بسيط. والاوتبوت بتاعي اللي المفروض هيطلع اللي هو المفروض الواي بتاعتي، هي المفروض عباره عن مين؟ الاكس معمول لها مع الاتش كونفوليوشن. حضرتك متخيل كده الكوماند اسمه ايه؟ حد كده ممكن يتخيل الكونفوليوشن الكوماند بتاعه يبقى ايه؟ الله، كونف. شوف سبحان الله، حضرتك هتيجي تقول له كونف وتكتب له في اول ارجيومنت اول حاجه هيتعمل لها كونفوليوشن، وتاني حاجه هيتعمل لها كونفوليوشن اللي هي الاكس مع الاتش، وشكرا.
ناقص بقى ان انا اوضح الكلام ده كله كرسومات. فهعمل ايه؟ هقول له والله شايف الاكس دي؟ اه انت هتعمل لي ليها سب بلوت. انا عايز الرسومات تبقى تحت بعض، فانا هعمل حاجه مكونه من 3 صفوف وعمود واحد، يبقى 3 1 1. اول رسمه هتقول له هنعمل فيها ستيم. ايه ستيم ده يا باشمهندس؟ احنا قلنا ده الكوماند اللي بيعمل ايه؟ اللي هيرسم لي الرسمه اللي هي تعتبر ديسكريت، اللي هي السامبلز دي، اللي هي تكون خط وفي دايره كده من فوق. هو ده الكوماند اللي بيعملها، بيعمل لي ديسكريت سيجنال، هو الستيم. هقول له ستيم للاكس، تمام، وندي لها تايتل ونقول ان التايتل اكس اوف ان. ده التايتل بتاعي. هعمل نفس الكلام، انا راجل كسول، هاخد كوبي بيست وهاجي هنا واقول له كوبي بيست، بس هنا هقول له ستيم للاتش، ان دي هتبقى الاتش اوف ان، دي هتبقى الواي اوف ان، هيعمل ستيم للواي وليس الاكس. عملت له الثلاثه سب بلوتس، 3 1 1 لازم هنا تبقى 3 1 2 ويبقى هنا 3 1 3. تعال نشوف الشكل مع بعض هيبقى عامل ازاي. اهو الراجل عمل ايه؟ رسم لي الاكس اوف ان اهو عند اول سامبل خالص، عملها باتنين. خد بالك انا هنا على الماتلاب انا بادئ من الواحد اصلا، يعني مش بادئ من الزيرو، مش بادئ على الاكس اكسس من الزيرو، انا بادئ من الواحد. طيب بعد كده ادي اهي 2 1. طب بقول لك ايه؟ معلش يعني يا شباب، معلش معلش معلش، عشان ايه؟ ممكن نعمل جريد اون تبقى فيها مشكله؟ حد متضايق لو عملنا جريد اون؟ عشان انا بحول اهو ان انا كده ادي تاني سامبل مقدارها 1، تالت سامبل مقدارها 2، ورابع سامبل مقدارها 1 زي ما انا كنت فعلا عاملها، وادي الاتش اوف ان بتاعتي على كده، الواي اوف ان اللي هي عباره عن كونفوليوشن. راح عامل ايه؟ راح واخد اللي هي الاثنين دي، ضرب كل السيجنال دي في 2، وبعد كده راح ضرب كل السيجنال دي في سالب 1 بس رحلها بحيث ان هي تبدا برضه من عند الاثنين. فكده راح ضرب السيجنال دي كلها في 3 بس تبدا من عند 3، وابتدى يجمعهم على بعض، فبقى ان عند الواحد في معاه 2 هيتجمع معاها، لما هيجي يتجمع معاها هيتجمع معاها 2 كمان يبقى 4. بعد كده جه هنا عند الاثنين لقى ان هي هتبقى في 2 وفي ماينس 2، يروح مطلعهم بالزيرو. والثلاثه نفس الكلام، اشتغل بقى نفس الكلام ده على الكونفوليوشن اللي بيحصل هنا وطلع لي في الاخر ناتج عمليه الكونفوليوشن. يبقى دي المفروض، ده المفروض الاسلوب الثالث اللي تتاكد بيه من شغل حضرتك في الاساينمنت، ان حضرتك دلوقتي هتيجي في الاساينمنت هتروح عامل بالورقه والقلم، تعمل لي الخطوات بتاعتنا، تعمل لي الجدول الجميل بتاعنا محترم، جدول محترم يليق بمهندس هيتخرج، يعني ماليش واحد ماسك لي كده بالقلم وشوف انا حتى هو على زوم عملتها لك كانها مسطره. فنعمل كده جدول محترم بعد اذنكم عشان ما احولش وانا بشوف الاساينمنت. وتيجي تتاكد بالماتلاب تنفذ تعمل نفس الاكس ونفس الاتش اللي هو عايزها، وتيجي تطبقها بالكونفوليوشن وتتاكد ان هو نفس الناتج اللي حضرتك مطلعه ده الكونفوليوشن الصح بتاعك. تمام؟ انا دلوقتي محتاج بقى اشوفكم منكم ايه دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي هتيجي على الاساينمنت اهو وهفتحه لك اهو. حضرتك دلوقتي هتخش على الماتلاب وتكتب بقى المعادله بتاعت الاكس اوف ان، المعادله بتاعت الاتش اوف ان، وتقول لي الواي هي كونفوليوشن ما بين الاثنين. يلا انجز حالا، طلعها لي دلوقتي. انا هعمل بوز للريكورد والناس تشتغل. طيب يبقى نقفل بقى ان شاء الله، هنقفل الريكورد على هنا. وبس احب افكركم في اخر الريكورد، بعد اذنكم ما تنسوش تعملوا الفورم اللي الدكتور طالبها، لو ما حدش ملى الاستبيان لسه او في واحد ما ملاش الاستبيان يا ريت نملى الاستبيان، عشان حاجه مهمه جدا للجامعه، بحيث ان احنا نشوف ايه المشكله ونبدا نحلها ليكم ان شاء الله.
زي ما اتفقنا ان شاء الله الدكتور هيكون معاكم يوم الاربعاء، اتكلموا معاه، جمعوا مشاكلكم، شوفوا الدنيا فيها ايه بالنسبه للمواد وايه المواد اللي فيها مشاكل، ونقعد كده ونقول له والله في مشكله واحد واثنين وثلاثه، وان شاء الله نوجد لها حل يعني باذن الله. ماشي يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله، ولو عوزتوا اي حاجه انا معاكم ان شاء الله، وهنزل لكم ريكورد على اخر اليوم زي ما احنا متعودين. يلا السلام عليكم.